بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على صاحب العبرة الهميلة. سلام على صاحب العبرة الهميلة. واليف الاحزان المستطيل سلام على امامنا وسيدنا ابي محمد علي بن الحسين السجاد زين العباد وعلى القائم من ولده وعترته الطاهره امام زماننا الحجه بن الحسن وعلى شيعته ومنتظريه رجالا ونساء ويسألون عن الطفوف وأسرارها الحلقة الخامسة يا حسين حسین که هیچ وقت سرد نمیشه حسین جان حسین حالا این خاک سرده یا گرم بزار سایه I don't. اولین چیزی که با دیدنش به ذهنتون خطور میکنه چیه؟ شاید با قطر دل گیشه نمیدونم اما کار براز گفتین خاک سرد عادت میکنیم ولی عادت الان با دیدنش نتمند. به هم ریختیم نمیدونم ما که عادت نکردیم اما حسین هیچ خاکش سرد نمیشه گرمترین خاک عالم خاکش آدم ها رو زنده میکنه این کرونا سوتر یه جوری از بین بره که حالا هر چیزی از آدم ها گرفته میشه از ما گرفته میشه بشه فقط امام حسین بمونه برا چون ما حداقل ما شیاب غیر امام حسین کسی دیگه واقعا نداره هذا هو الجزء الرابع من عنواننا عاشوراء ما بين منطقين المنطقي الترابي المظلم والمنطقي النوري المشرق حدثتكم في الحلقات المتقدمه عن اهم حدود خارطه التكوين الحد الاول هندسه الخلق الحد الثاني فاعليه الخلق الحد الثالث الاشهاد والمراد من هندسه الخلق الدقه والنظام والحكمه المتناهيه في التقدير والتكوين اما فاعليه الخلق نشاط الخلق وما يصدر من الخلائق من افعال واقوال فانها تبقى محفوظه في كتاب التكوين الحد الثالث الاشهاد الاشهاد المراد منه الاحاطه والولايه الاحاطه والولايه من شؤون محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لا اريد ان اعيد الكلام المتقدم انما اشرت اليه اشاره موجزه كي يترابط حديثي في هذه الحلقه مع الحلقات المتقدمه اخر شيء ذكرته لكم في الحلقه الماضيه عرضت بين ايديكم لوحتين لوحه من بدايه الخلق والحديث هنا عن الخلق الثاني ولوحة من مراحل نهاية الخلق ما قبل القيامة اللوحة الأولى جاءت في سورة القلم وفي الآية الأولى بعد البسملة نون والقلم وما يسطرون وبينت لكم بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم نون من اسماء رسول الله والقلم من اسماء امير المؤمنين والاشاره هنا الى الحقيقه المحمديه العظمى والى الحقيقه العلويه العليا اما اللوحه الثانيه جاءت في الايه الرابعه بعد المئه بعد البسمله من سوره الانبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين السجل الموسوعه الاعظم التي تشتمل على محتويات كل الكتب سيبقى كل شيء محفوظا قد يبدو في ظاهر الامر هناك تدمير للبنيه الكونيه حينما نقترب من يوم القيامه الكبرى هذا التدمير في ظاهر الامر مثلما هو الموت في ظاهر الامر انقطاع للحياه وفي باطن الامر هو انتقال الى مرحله اعلى من مراحل الحياه انما الموت جسر نعبر من خلاله الى مرحله جديده من الحياه ظاهر الامر في الموت انقطاع الحياه انتهاء الحياه اما في باطن الامر الامر بخلاف ذلك كذاك هو التدمير الظاهر في البنيه الماديه للكون في باطنه نشوء جديد وبنحو ارقى نحن نتحرك باتجاه القيامه الكبرى اليوم الأعظم بعد اليومين السابقين أيام الله ثلاثة: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. يوم القيامة الكبرى يوم أرقى من الأيام التي تقدمته. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كل شيء سيكون في موضعه وفي محله وسيرتقي وبنحو ارقى بحسب ما يناسبه آية في الكتاب الكريم تجمع كل هذه الحقائق في سورة ياسين آية جامعة لكل هذه الحقائق انها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسمله ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثاره ونكتب ما قدموا واثارهم كل شيء محفوظ بنفسه في كتاب التكوين وكل شيء احصيناه في امام مبين هنا الايه جامعه لكل المعاني التي تقدمت في الحلقات الماضيه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنهم أئمتنا إنهم سادتنا إنهم محمد وآل محمد إنه إمام زماننا الحجة بن الحسن كل المضامين التي تقدمت جمعتها هذه الايه الكريمه في جهه من جهاتها اذا اردنا ان ننظر الى جهه من جهاتها التي ترتبط بعاشوراء اذا نظرنا الى هذه الحيثيه العاشورائيه في هذه الايه الجامعه فان الالام كلها قد احصيت في الحسين الالام معلومات الالام هي اثار حركه الكمال والنقص في التكوينيات مثلما مر الكلام علينا والذي يدفع النقص ويكبح جماح الفساد هو الالم في فناء الامام وكل شيء احصيناه في امام مبين اذا نظرنا الى الحيثيه العاشورائيه فان الالام كلها قد احصيت في فناء سيد الشهداء هكذا نقرا في زياره الناحيه التي وردت عن امام زماننا انا اقرا عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الانوار للمجلس الطبعه طبعه دار احياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحه الثانيه والعشرين بعد الثلاثمائه والخطاب لسيد الشهداء وأنت مقدم في الهبوات الهبوات الفتن المشتبكة المظلمة والهبوات حينما تغبر الأجواء في ساحات القتال بسبب شده القتال وانت مقدم في الهبوات في ساحات القتال حين يشتد الخوف وتزدحم الاخطار وتتكاثر السيوف والرماح وانت مقدم في الهبوات ومحتمل للاذيات حملوا عليه من كل جانب قد عجبت من صبرك ملائكه السماوات ملائكه السماوات اعمارها طويله وقد رأت ما رأت من اصناف الاذايا التي مرت في هذه الارض. عجبهم هنا لان الالام كلها قد جمعت في فناء الحسين. يا حسين وانت مقدم في الهبوات ومحتمل للاذيات. محتمل الذي يحتمل الامر هو الذي يحمله ومحتمل للاذيات قد عجبت من صبرك ملائكه السماوات زياره الناحيه مشحونه مليئة بهذه المضامين نذهب إلى فاصل سأقرأ عليكم رواية هذه الرواية موجزة لكنها تشتمل على حقيقه من اهم حقائق ديننا اقرا عليكم من بصائر الدرجات لشيخنا محمد بن الحسن الصفار من اصحاب امامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه طبعة مؤسسة النعمان، بيروت، لبنان، صفحة 485. إنه الحديث الخامس. عن الهيثم التميمي بسنده، بسند صاحب بصائر الدرجات: عن الهيثم التميمي قال قال امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا هيثم التميمي ان قوما امنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء هؤلاء الذين يتمسكون بالمنطق الترابي يا هيثم التميمي ان قوما امنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء هذا المنطق سيقودهم الى الضلال وجاء قوم من بعدهم فامنوا بالباطن وكفروا بالظاهر هذه الفرق الباطنيه المنحرفه التي لعنها ائمتنا صلوات الله عليهم وتبراوا منها وجاء قوم من بعده فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا ولا إيمان بظاهر ولا باطن إلا بظاهر الإيمان إيمان بظاهر وباطن معا مثلما نخاطبهم في زياراتهم الشريفة من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم ونؤمن كذلك بسرهم وعلانيتهم ونؤمن كذلك باولهم واخرهم وشاهدهم وغائبهم نؤمن بما وصل الينا منهم وبما لم يصل الينا ان كانوا يرتضونه هذا هو ديننا ديننا ايمان بظاهر وباطن لا نستطيع ان نتصور الظاهر من دون باطن في جميع الاتجاهات ومن جميع الحيثيات ولا نستطيع ان نتصور الباطن من دون ظاهر كذلك المنطق النوري هو المنطق الذي يؤمن بالظاهر والباطن من دون تفريق بينهما المنطق الترابي هو الذي يؤمن بالظاهر بعيدا عن الباطن ومنطق الضلال والتيه هو الذي يؤمن بالباطن بعيدا عن الظاهر ايماننا ايمان بباطن وظاهر على حد سواء ومن هنا فما يتجلى من عاشوراء في ظاهر الامر نحن نؤمن به ونعتقد به ولذا فان امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في توقيع اسحاق بن يعقوب حينما تحدث عن مقتل الحسين صلوات الله عليه أنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة الحادية بعد العاشرة بعد الخمسمائة إنه الحديث الرابع وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال هذا قول الخطابيه وجذور القول تعود الى السبائيين وتبناه النصيريون الفرق الباطنيه الملعونه الضاله واما قول من زعم ان الحسين لم يقتل لم يقتل في ظاهر الامر والا فان قتيلهم لن يقتل فرقوا بين لم يقتل ولن يقتل واما قول من زعم ان الحسين لم يقتل لم يقتل لم يجري عليه القتل في كربلاء لن يقتل فإن القتل الذي يجري على الحسين وعليهم له ظاهر وله باطن وباطن الأمر مختلف جداً ونحن نؤمن بظاهر الامر وباطنه واما قول من زعم ان الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال لم يقتل الحسين لن يقتل لن لكنه قتل سيتضح هذا المعنى لم يقتل يعني ان الاحداث التي نعرفها قد جرت في كربلاء ما جرت على الحسين هذا القول إمام زماننا يقول عنه من انه كفر وتكذيب وضلال واما قول من زعم ان الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال هؤلاء كفروا بالظاهر وذهبوا باتجاه الباطن وبنحو ضال وبجهل وجهاله وجاهليه وبسخف وتفاهه وحيره وضلاله الايمان ايمان بظاهر وباطن والحسين قتل في كربلاء اقرب هذه الفكره لكم من خلال حديث جاءنا مرويا عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اقرا عليكم من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق المتوفى سنه 381 للهجره والطبعه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة حديث طويل عن سيد الأوصياء يبدأ في صفحة 248 إنه الحديث الخامس أقرأ منه ما جاء في صفحة 258 الامام يقول لهذا السائل الذي ساله والحديث كما قلت لكم حديث طويل الامام يقول له فاياك فاياك ان تفسر القران برايك حتى تفقهه عن العلماء العلماء محمد وال محمد فقط غيرهم متعلم على سبيل نجاه الاطلاق الحقيقي خاص بمحمد وال محمد اتحدث عن الائمه المعصومين الاربعه عشر هؤلاء هم العلماء الحقيقيون فقط وغيرهم متعلم منهم اخذ عنهم فاياك فاياك ان تفسر القران برايك حتى تفقهه عن العلماء حتى تفقهه حتى تدرك ما يريدون. نحن لا نتحدث عن تصور وانما نتحدث عن تفقه عن ادراك حقيقي للمضمون. فإياك ان تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء فإنه رب تنزيل التنزيل هنا الفاظ القران فانه رب تنزيل يشبه كلام البشر ما هو القران يشبه كلام البشر قرات عليكم ما جاء في سوره الزخرف في الايه الثالثه بعد البسمله قرات عليكم في الحلقه الماضيه انا انا جعلناه قرانا عربيا يشبه كلام البشر لعلكم تعقلون لكنه في الحقيقه وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم فله ظاهر وله باطن تلك هي حقيقه والقران صوره لديننا وديننا صورة لحقيقة عالم التشريع وعالم التشريع يرتبط ارتباطا وثيقا واكيدا بعالم التكوين هو انعكاس لما في عالم التكوين فانه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله وتأويله لا يشبه كلام البشر ومن هنا فان القران قال لنا من ان تاويله لا يحيط به الا الله والراسخون في العلم وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم فانه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله وتاويله لا يشبه كلام البشر كما ليس شيء من خلقه يشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من افعال البشر ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر افعالهم فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل فمثلما كلام الله في ظاهره يختلف عن كلام البشر كذلك كلام الله في باطنه يختلف عن كلام البشر فكلام البشر له ظاهر وباطن ايضا ظاهر كلام الله يختلف عن ظاهر كلام البشر وباطن كلام الله يختلف عن باطن كلام البشر هذا ونحن نتحدث في عالم العباره انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون فماذا اذا انتقلنا الى القران الحقيقي هذا القران الذي يتحدث امير المؤمنين عنه هنا في كلماته هذه هذا هو المصحف القران الحقيقي ظاهره يختلف عن ظاهرنا وباطنه يختلف عن باطننا هذا المثال يقرب لنا الفكره عن ظاهرهم وباطنهم عن ظاهر ما جرى في عاشوراء وعن باطن ما جرى في عاشوراء وهذه الحقيقه لا يمكننا ان ندركها من خلال المنطق الترابي المظلم لا نستطيع ان نتعامل معها بنحو صحيح الا من خلال المنطق النوري المشرق ساخذ لكم مثالا من اجواء عاشوراء من صحائف كتاب عاشوراء سأخذ صورة سأخذ مقطعا اجعله مثالا وانا احدثكم عنه دفن الاجساد الشريفه اخذت هذا المثال لانني اعتقد ان فهم تفاصيله سيكون اسهل دفن الاجساد الشريفه الصورة التي رآها الناس جاء الإمام السجاد واستعان ببني أسد هذه الصورة التي نعرفها لا شأن لي بالذين ينكرون مجيء إمامنا السجاد لدفن الاجساد الشريفه هناك من ينكر هذا وبالمناسبه كبار مراجع الشيعه ينكرون هذا من خلال كتبهم لا اريد ان اتحدث عن ارائهم في هذه اللحظه هذا ظاهر الواقعه الإمام السجاد جاء إلى دفن الأجساد بعد ثلاثة أيام واستعان ببني أسد القصة التي نعرفها عن دفن الأجساد الشريفة سأعود إلى هذه القصة في حلقة يوم غد لكنني ساحدثكم الان في الجانب المعرفي لهذا المثال ساضع بين ايديكم مجموعه من ايات الكتاب الكريم الايه الرابعه والخمسون بعد المئه بعد البسمله من سوره البقره ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات نهي واضح من القران ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات والحديث عن امثالنا لو قتلنا في سبيل الله الحديث هنا ليس عن محمد وال محمد اذا كانت الايه ناظره اليهم فلهم شانهم ومقامهم الذي يختلف عن شاننا ومقامنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، الآية تتحدث عن الذين قتلوا زمان رسول الله في طاعة رسول الله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، إذا ماذا نقول؟ بل احياء كيف ذلك ولكن لا تشعرون هناك ظاهر وهناك باطن هناك ظاهر امام اعيننا بحسب المنطق الترابي انهم اموات لكن بحسب المنطق القراني بحسب المنطق النوري انهم احياء الكلام هنا ليس مجازا هذه حقائق النهي واضح ولا تقولوا اي لا تعتمدوا على المنطق الترابي القول اعتقاد انني اقول بعقيده محمد وال محمد اي انني اعتقد بها لذا الذي يتكلم في النوم وهو نائم لا يقال له من انه قال كذا وكذا وانما تكلم في نومه فاذا استعملنا القول هنا فانه على سبيل المجاز حينما نقول قال فلان في نومه انا وغيري المعصوم اذا تكلم في نومه فانه يقول لان المعصوم يقول في اليقظه ويقول في المنام المعصوم تنام عيناه ولا ينام قلبه لا ينام عقله لا ينام ادراكه تنام عيناه ولا ينام عقله ولا ينام قلبه فهو يقول في اليقظه وفي المنام وكلامه حجه قاطعه في اليقظه وفي المنام لا شان لنا بالحديث عن المعصوم البرنامج ليس منعقدا للحديث في هذه الاجواء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اذا ماذا نقول؟ يا ايها القران بل احياء ولكن لا تشعرون. هناك ظاهر يتجلى لنا وهناك باطن نحن لا نشعر به. الامر يتاكد في سورة آل عمران في الآية التاسعة والستين بعد المئة بعد البسملة وما بعدها في سورة البقرة لا تقولوا لا تقولوا القول يكون على أساس القطع هنا ولا تحسبنّ حتى في مستوى الظن ولا تحسبن لا تفكر وفقا للمنطق الترابي حتى في مستوى الظن ولا تقول في مستوى القطع ولا تحسبن في مستوى الظن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بحسب احاديثهم في سبيل الله في سبيل علي وال علي هذا في احاديثهم في رواياتهم صلوات الله عليه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا حتى على مستوى الظن بل احياء عند ربهم يرزقون هذا هو المنطق القراني النوري. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا هو المنطق النوري المفصل هكذا يفصل لنا المنطق القرآني النوري إذن هناك منطق ترابي القرآن يبعدنا عنه لا على مستوى القطع ولا على مستوى الظن في سورة البقرة: ولا تقولوا على سبيل القطع لمن يقتل في سبيل الله اموات اذا ماذا نقول؟ بل احياء ولكن لا تشعرون وفي سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الحديث هنا عن جنة البرزخ وليس الحديث عن جنة القيامة، عن جنة الآخرة. إنها آخرة البرزخ. إنها جنة البرزخ. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم في القيامة له يوجد من يلحق بهم من خلفهم لان الجميع قد حشروا وانما الحديث عن جنه البرزخ فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين القران يريد منا ان نتعمق في المنطق النوري وان نحيط علما بتفاصيل باطن هذه الظواهر ها هو القران يحدثنا بالتفصيل حينما يحدثنا بالتفصيل الا يريد منا ان نتدبر في اياته افلا يتدبرون القران القران هو الذي يقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها القلوب المقفله التي اقفلها المنطق الترابي القلوب المنفتحه التي فتحها المنطق النوري ذروه الامر الباقر يقول لزراره ذروه الامر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعه للامام بعد معرفته ذروه الامر وسنامه ومفتاحه الذي يفتح القلوب وباب الاشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعه للامام بعد معرفته بعد معرفته من خلال المنطق النوري من خلال قرانهم المفسر بتفسيرهم فقط بخلاف تفاسير سقيفه بني ساعده وبخلاف تفاسير سقيفه بني طوسي الا لعنه على سقيفه بني طوسي الا لعنه على تفاسيرهم ومنهجهم الضال هذا هو المنطق النوري الذي يجب علينا ان نفهم عاشوراء من خلاله في سوره الانعام وفي الايه الثانيه والعشرين بعد المئه بعد البسمله ومرت علينا هذه الايه في الحلقات المتقدمه او من كان ميتا فاحييناه هذه التعابير ليست مجازيه هذه حقائق او من كان ميتا فاحييناه مصطلح الحياه بنحو الحقيقه في الكتاب الكريم مصطلح الحياه يعني ولايه محمد وال محمد يعني ولايه علي او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هذا الذي لا يعرف امامه ويمشي في الناس ظاهره ظاهره الحياه باطنه الموت وهذا الذي يعرف امامه ويمشي في الناس ظاهره بجسده وهيكله اما حقيقته حقيقه نوريه هناك نور يشرق في ذاته وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها بحسب المنطق الترابي الاثنان يسيران بين الناس وليس هناك من فارق في صوره الاثنين من جهه الهيكلي من جهه الجسدي من جهه الماده المنظوره بالحس هذا ظاهر الامر اما باطنه والباطن هو الذي يبقى الظاهر سيتلاشى لان حقيقه الانسان في روحه وباطن الانسان في روحه او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الايه تتحدث عن المنطقين عن المنطق الترابي والمنطق النوري تتحدث عن ظاهر وعن باطن حينما نذهب الى سوره الحجرات والى الايه الثانيه بعد العاشره بعد البسمله حينما ياتي النهي واضحا ولا يغتب بعضكم بعضا ثم ماذا تقول الايه الكريمه ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه الايه ليست في مقام المجاز او في مقام الاستعارات الايه حقيقيه ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه الغيبه ظاهرها كلام يقال ما المراد من الغيبه كشف المستور بالكلام هذا هو ظاهر الغيبه كشف المستور الحديث عن مستور يرتبط بصاحب حرمه الذي لا حرمه له يجب كشف مستوره في بعض الاحيان او هو امر جائز في اغلب الاحيان الذين لا حرمة لهم من اعداء محمد وال محمد والذين يسببون اضلال الناس يجب كشف مستورهم فهؤلاء لا حرمة لهم لا يجوز كشف المستور الذي يرتبط بصاحب حرمة إنهم أولياء علي وآل علي أما أعداء علي وآل علي لا حرمة له هذا هو منطق ثقافة العترة الطاهرة أنا لا أتحدث عن أمور شخصية في شؤون الحياة الدنيوية أنا أتحدث عن أمور ترتبط بأصل العقيدة وبهداية الشيعة وضلالهم أتحدث في هذه الجهة الغيبة بحسب الظاهر كشف المستور لصاحب حرمة بالكلام أما في الباطن الحقيقي هكذا يخبرنا القران انه اكل لحم الاخي بعد موته ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا هذه هي الغيبه اذا ذهبنا الى سوره النساء فماذا نقرا في سوره النساء فيما يرتبط باكل اموال اليتامى في الايه العاشره بعد البسمله الايه صريحه جدا صريحه جدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا في الدنيا وسيصلون سعيرا في الاخره انما ياكلون في بطونهم نارا في الدنيا وليست في الاخره وسيصلون سعيرا هذا في الاخره العنوان الاول لاموال اليتامى بحسب حديثهم اموال محمد وال محمد العنوان الثاني اموال شيعه محمد وال محمد العنوان الثالث اموال الصغار الذين فقدوا آباءهم اليتامى يتامى الأطفال هذا العنوان الثالث العنوان الأول من أموال اليتامى إنها أموال محمد وآل محمد العنوان الثاني أموال شيعة محمد وآل محمد العنوان الثالث اموال صغار اليتامى الذين فقدوا اباءه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما المراد من الاكل التصرف باموالهم وابرز مصادق هذا التصرف ان ننفق الاموال في طعام ناكله الايه هنا لا تتحدث عن الطعام فقط وانما الطعام مصداق من مصادق التصرف غير الجائز باموال اليتامى باموال محمد وال محمد باموال شيعه محمد وال محمد باموال صغار اليتامى الذين فقدوا اباءه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما هذا بحسب الظاهر بحسب الباطن وهو حقيقي انما ياكلون في بطونهم نارا يترتب على فعلهم ما يترتب على دخول نار جهنم في بطونهم فهل سيستجاب دعاؤهم فهل سيوفقون فهل ستكون نطفهم اولاد حلال فهل وهل وهل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بحسب الظاهر طعام يؤكل طعام طيب الطعم في انيه نظيفه وفي مكان جميل انيق لكن في باطن الامر انه نار تدخل في الجوف الكلام هنا بنحو الحقيقه القران يريد منا ان نفكر بحسب المنطق النوري اننا اذا ارتبطنا بالمنطق النوري ستفتح بصائرنا حينئذ سنكون على بصيره حينئذ ستتفجر ينابيع الحكمه من قلوبنا على السنتنا هذا هو الذي يريده القران القران يريد منا ان نفكر بالمنطق النوري لا بالمنطق الترابي لماذا يجمع كل هذه الحقائق ويضعها بين ايدينا لماذا يرسخ هذه الحقائق لماذا يؤكدها في اياته يريد منا ان نفكر دائما بالمنطق النوري انا اتحدث في جانب العقيده وفي جانب حقائق القران وفي جانب الارتباط بمعرفه امام زماننا لا اتحدث عن شؤون الدنيا شؤون الدنيا ترتبط بالمنطق الترابي قطعا اذا اردنا ان نعيدها الى المنطق النوري فاننا سندرك حقائق الدنيا على اكمل وجه لكنني اتحدث هنا عن الجهه المرتبطه بعاشوراء ببرنامج الحسين الحلقات مختصه بهذا الموضوع فانا لا اريد ان احدثكم عن كل شيء الموضوع واضح موضوعنا عاشوراء ما بين المنطقين ما بين المنطق الترابي المظلم والمنطق النوري المشرق في سوره النساء نفسها في الايه السابعه والخمسين بعد المئه بعد البسمله وما بعدها وقولهم انه قول اليهود هذا هو الذي يعتقدونه وقولهم مر علينا قبل قليل في سوره البقره ولا تقولوا وقولهم إنه عقيدتهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له هناك ظاهر وهناك باطن الظاهر الذي رآه اليهود ان قتلوا شخصا يشبه المسيح شبه لهم اما الحقيقه في الباطن ليست كذلك من هنا التبس الامر على النصيريين وامثالهم فقاسوا عاشوراء على الذي جرى على المسيح ابن مريم وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا هنا يصطدم المنطق الترابي بالمنطق النوري صار وقت اذان العشاءين قريبا وشيكا بحسب مدينه لندن نذهب الى فاصل الاذان والصلاه وبعد الفاصل نلتقي ان شاء الله تعالى عن بريد قال سمعت ابا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس اماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال الذي لا يعرف الامام حياكم الله قبل فاصل الاذان والصلاه كنت اقرا عليكم من سوره النساء فيما يرتبط باليهود وعيسى ابن مريم في الايه السابعه والخمسين بعد المئه بعد البسمله وما بعدها وقولهم بنحو القطع انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بحسب الظاهر وبحسب الباطن الامران مختلفان وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما اعتقد ان المثال واضح امام اعينكم في واقعة صلب المسيح وقتله كما يقول اليهود هناك ظاهر للامر وهناك باطن للامر بحسب المنطق الترابي فان اليهود يعتقدون انهم قد صلبوه وقتلوه بحسب المنطق النوري شبه لهم بحسب الظاهر ورفع الى السماء بحسب الباطن بحسب الحقيقه التي جرت في واقع الوجود اذهب بكم الى سوره يوسف هذا الامر يجري حتى في عالم النوم في الاحلام والمنامات فيما راه الملك المصري فيما راى في منامه في الايه الثالثه والاربعين بعد البسمله من سوره يوسف وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وفقا للمنطق الترابي وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون من الذين كانوا في الحبس مع النبي يوسف يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون فما هو الباطن في ذلك قال تزرعون سبع سنين دابا كما اعتدتم دائبين في حالكم فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون بحسب قراءة المصحف وهي قراءة النواصب ونحن مأمورون أن نقرأ بحسب قراءة النواصب وفيه يعصرون رواية مهمة في تفسير القمي علي بن ابراهيم الطبعة طبعة مؤسسة الاعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والعشرين بعد الثلاثمائة الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الإمام يقول: قرأ رجل على امير المؤمنين صلوات الله عليه ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون قال ويحك اي شيء يعصرون ايعصرون الخمر يعصرون يعصرون الخمر قال الرجل يا امير المؤمنين كيف اقراها قال انما نزلت عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وليس يعصرون وفيه يعصرون اي يمطرون بعد سني المجاعه والدليل على ذلك قوله: وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اذا ما ذهبنا الى سوره النبأ وفي الايه الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة وأنزلنا من المعصرات من المعصرات المعصرات الغيوم المحملة بالماء وأنزلنا من المعصرات فكأن الغيوم تعصر نفسها وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لماذا؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافه تلاحظون الهندسه القرانيه الواضحه وتلاحظون الانسجام بين تفسير علي وبين القران ظاهرا وباطنا على هذا بايعنا على المنطق النوري في بيعه الغدير ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أمير المؤمنين يقول وفيه يعصرون ويحك أي شيء يعصرون أي يعصرون الخمر فقال الرجل يا أمير المؤمنين كيف أقرأها قال إنما نزلت عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أي يمطرون بعد سني المجاعة والدليل على ذلك قوله وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا فهذا منام رؤيا الملك له ظاهر يختلف عن باطنه اختلافا كاملا بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون بحسب قراءه المصحف. هناك صوره ظاهره وهناك صوره باطنه وتلاحظون الفارق الكبير بين الصورتين الذين تمسكوا بالمنطق الترابي هكذا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين بينما يوسف النبي ماذا قال وماذا حدث هذه امثله واضحه من الكتاب الكريم نقرا في سوره الروم ما بين الايه السادسه والسابعه بعد البسمله ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون ماذا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره عن الاخره في الدنيا عن الوجه الباطن وهم عن الاخره هم غافلون ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا هذا هو المنطق الترابي وهم عن الاخره هم غافلون، الإشارة إلى المنطق النوري. إذا ما ذهبنا إلى سورة الفرقان وإلى الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هؤلاء أصحاب المنطق الترابي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام هذا هو المنطق البهائمي المنطق الترابي هو المنطق البهائمي والمنطق النوري هو المنطق البصائري فذاك ينتسب إلى البهائم وهذا ينتسب إلى البصائر أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ومن سورة الفرقان إلى سورة الأعراف إلى الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها لانهم يستعملونها في المنطق الترابي اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون اولئك هم الغافلون الذين يغطون في غفلتهم اذا رجعنا الى سوره الروم يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون الغافلون الذين يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون المنطق الترابي هو المنطق البهائمي فهل تريدون أن تدركوا عاشوراء كما تدركها البهائم أم تريدون أن تدركوا عاشوراء كما يريد منا إمام زماننا إدراك البهائم بالنسبة للبهائم جميل بحسبها هذا هو شأنها اما ان يتحول الانسان الى بهيمه بل الى حاله يكون فيها اضل من البهيمه اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون انهم اصحاب المنطق الترابي انها حوزه الطوسي انها حوزه مراجع النجف وكربلاء هذه هي الحقيقه الكامله طبقوا هذه الحقائق على ارض الواقع فأين ستجدون تطبيقها؟ ستجدون تطبيقها في المرجع الاعلى وسائر المراجع الى المرجع الاسفل ستجدون تطبيقها في اصحاب العمائم من وكلاء المراجع او من الخطباء الحمير الذين يرتقون المنبر الحسيني هذا هو واقعنا هذا هو واقعنا اتحفونا اتحفونا بالوثيقه الديخيه ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي ادق على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه قال توصل إنهم إيه؟ تركبهم يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ والله نص عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي مستعجل مش داعي اقول له تركبهم يعني خلافه اهم شيء فيما يقول خلافه اهم شيء جميل فقر حركه فقرش ديخ بالعربيه فقرش والناس عباره كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفت قال اركب مثل ما ركبت ناو قال ديخ مش لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه سأذكر لكم مثالا جاء في حديث في كامل الزيارات طبعة مكتبة الصدوق طهران ايران انه الباب الرابع والأربعون في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة الحديث الثاني بسنده بسند ابن قولويه مصنف الكتاب عن هشام بن سالم وهو شخصيه شيعيه معروفه عن امامنا الصادق حديث طويل عن زياره الحسين وعن زائر الحسين الذي يتعرض للاذى في سبيل زيارته الى الحد الذي يقتل قال قلت فما لمن قتل عنده جار عليه سلطان فقتله السؤال يوجه الى امامنا الصادق صلوات الله عليه فما لمن قتل عنده قتل عند الحسين جار عليه سلطان فقتله في سبيل الزياره في سبيل زياره الحسين قال امامنا الصادق صلوات الله عليه اول قطره من دمه يغفر له بها كل خطيئه هذا امر لا يكون ظاهرا وتغسل طينته التي خلق منها الملائكه حتى تخلص كما خلصت بحسب الطبع كما خلصت الانبياء المخلصين كما خلصت طينه الانبياء المخلصين اصل الحديث هو هذا في النسخ القديمه هكذا كما خلصت طينه الانبياء المخلصين والقرينه واضحه فان المخلصين جاءت صفه للانبياء وجاءت اما في حاله نصب او جار لانها جمع مذكر سالم هذا يعني ان الانبياء اما ان تكون منصوبه او مجروره وهي هنا مجروره لان الانبياء مضاف اليه كما خلصت طينه الانبياء المخلصين اول قطره من دمه يغفر له بها كل خطيئه وتغسل طينته التي خلق منها الملائكه حتى تخلص كما خلصت طينه الانبياء المخلصين ويذهب عنها ما كان خالطها من اجناس طين اهل الكفر الذين كفروا ببيعه الغدير كم من قذاراتهم خالطت عقولنا وقلوبنا من قذارات سقيفة بني ساعدة ومن قذارات سقيفة بني طوسي فالسقيفتان قد كفرتا ببيعة الغدير كل سقيفة بحسبها ويغسل قلبه ويشرح صدره ويملأ إيمانا فيلقى الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الابدان والقلوب ويكتب له شفاعه في اهل بيته والف من اخوانه وتتولى الصلاه عليه الملائكه مع جبرائيل وملك الموت ويؤتى بكفنه وحنوطه من الجنة ويوسع قبره عليه ويوضع له مصابيح في قبره ويفتح له باب من الجنة وتأتيه الملائكة بالطرف بالهدايا بالطرف من الجنة ويرفع بعد ثمانية عشر يوما إلى حظيرة القدس التي هي حظيرة محمد وآل محمد فلا يزال فيها مع أولياء الله حتى تصيبه النفخة التي لا تبقي شيئا نفخة الصور نفخة الإفناء هناك نفختان قبل القيامة هناك نفخة الإفناء وهناك نفخه الاحياء الروايه تتحدث عن نفخه الافناء بحسب الظاهر قد يحرق وقد يترك للحيوانات تاكل جسده وقد وقد ولكن بحسب الباطن فان هذا الذي يجري على زائر الحسين حينما يقتل في سبيل الزياره هذا زائر الحسين لدفنه بعد موته هناك امر ظاهر وهناك امر باطن فماذا تقولون عن الحسين والذين استشهدوا معه اذا كان زائر الحسين هذا حاله له شان ظاهر وله شان باطن وشانه الباطن يختلف اختلافا كاملا عن شانه الظاهر اقرا الروايه مره اخرى عليكم وتدبروا فيها قال قلت فما لمن قتل عنده قتل عند الحسين من زواره جار عليه سلطان فقتله بحسب الظاهر اما ان يلقى جسده في المزبله او ان احدا ياخذه ويجري عليه ابسط المناسك والمراسم ثم بعد ذلك يدفن في قبره هذا بحسب ظاهر الامر بحسب باطن الامر وهذه حقيقه الامام يقول اول قطره من دمه يغفر له بها كل خطيئه وتغسل طينته التي خلق منها الملائكه حتى تخلص كما خلصت طينه الانبياء المخلصين ويذهب عنها ما كان خالطها من اجناس طين اهل الكفر من كفار سقيفه بني ساعده وكفار سقيفه بني طوسي ويغسل قلبه ويشرح صدره ويملأ ايمانا فيلقى الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الابدان والقلوب ويكتب له شفاعه في اهل بيته والف من اخوانه وتتولى الصلاه عليه الملائكه مع جبرائيل وملك الموت وربما بحسب الظاهر ليس هناك من احد قد صلى عليه ولكن بحسب الباطن وتتولى الصلاه عليه الملائكه مع جبرائيل وملك الموت ويؤتى بكفنه وحنوطه الحنوط هو الطيب الذي يطيب به الميت بعد تغسيله ويؤتى بكفنه وحنوطه من الجنه ويوسع قبره عليه ويوضع له مصابيح في قبره ويفتح له باب من الجنه وتاتيه الملائكه بالطرف من الجنه ويرفع بعد ثمانيه عشر يوما الى حظيره القدس فلا يزال فيها مع اولياء الله حتى تصيبه النفخه التي لا تبقي شيئا ظاهر وباطن لزائر الحسين الذي يقتل عند الحسين في سبيل زياره الحسين نذهب الى فاصل حديث له خصوصية ولذا تلامذة ابن قولويه ألحقوه بكتاب ابن قولوي حديث زائدة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه اقرا عليكم من كامل الزيارات من الطبعه التي اشرت اليها قبل قليل من الباب الثامن والثمانين اول حديث يذكر في هذا الباب حديث طويل جاء في اخره في آخر الحديث في الصفحة الثامنة وسبعين بعد المئتين إمامنا السجاد بعد أن حدّث زائدة بالحديث يقول له: خذه إليك، خذه إليك أي اجعله أمرًا مهمًا في حياتك، خذه إليك أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا ضربت إباط الإبل أي ركبت على الإبل وأسرعت في السير فلو أنك سافرت حولا سنة كاملة تركب الابل وتضرب اباطها انما تضرب اباط الابل لاجل ان تسرع في سيرها اما لو ضربت في طلبه اباط الابل حولا لكان قليلا ماذا جاء في هذا الحديث العقيله زينه تقول لامامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه فوالله ان ذلك لعهد من رسول الله الى جدك الى جدك امير المؤمنين وابيك الحسين وعمك الحسن فوالله ان ذلك لعهد من رسول الله الى جدك وابيك وعمك هذا الكلام دار فيما بين العقيله وامامنا السجاد لما بدات مسيره الاسر لما جاء الأمويون وأهل الكوفة لأخذهم لأخذهم سبايا باتجاه الكوفة إلى ابن زياد لعنة الله عليه فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك وأبيك وعمك ولقد أخذ الله ميثاق اناس من هذه الامه لا تعرفهم فراعنه هذه الامه من الامويين قطعا وهم معروفون في اهل السماوات انهم يجمعون هذه الاعضاء المتفرقه اولئك الذين اعانوا الامام السجاد هؤلاء مذخورون لهذا الامر. قلت لكم: هناك شخصيات ما حضرت في يوم عاشوراء عندهم مامورية خاصة منهم محمد ابن الحنفية ومنهم عبد الله بن جعفر ومنهم ام سلمه ومنهم فاطمه بنت الحسين التي تعرف في اوساط الحسينيين بفاطمه العليله هذه لها منزله عظيمه من الشخصيات التي اوكلت اليها الماموريات الحسينيه ليست طفله مريضه كانت كبيره السن اوكلت اليها مهمه مرضها كان جزءا من الماموريه الحسينيه التي اوكلت اليها جابر الانصاري شخصيات عديده هؤلاء اوكلت اليهم ماموريات يقومون بها بعد مقتل الحسين العقيله تشير الى مجموعه من هؤلاء وهم الذين اعانوا الامام السجاد ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المدرجة وينصبون لهذا الطف علما لقبر ابيك سيد الشهداء لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والايام جزء من المشروع الحسيني برنامج مفصل عاشوراء لم تتوقف عند يوم عاشوراء صحيح أن مركز الحدث كان عند الحسين. لكن عاشوراء كبيرة كبيرة في ظاهرها وباطنها. وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام. وليجتهدن ائمه الكفر واشياع الضلاله في محوه وتطميسه فلا يزداد اثره الا ظهورا وامره الا علوا انه الحسين انه مشروع عاشوراء الاعظم الحكايه واسعه عريضه عميقه جدا سيد الشهداء اشترى ارض كربلاء ومن قبله اشتراها جده ابراهيم وكذلك اشتراها أمير المؤمنين سيد الشهداء اشترى أرض كربلاء ودفع الأموال إلى بني أسد الذين كانوا يقطنون في تلك البقعة واشترط عليهم بعد أن أباحها لهم دفع لهم الأموال ثم أباحها لهم أجاز لهم أن ينتفعوا منها ولكن اشترط عليهم شرطين الشرط الأول أن يضيفوا زواره والشرط الثاني أن يرشدوا زواره إلى قبره إلى معالم كربلاء جابر الأنصاري في زيارته سأحدثكم عنها في يوم غد جاء فزار قبر الحسين وزار قبر علي بن الحسين وزار قبر انصار الحسين وزار قبر العباس القبور كانت معلمه في تلك الفتره الحرجه حكايه عاشوراء حكاية عجيبة عجيبة مشروع عاشوراء مشروع ملؤه الاسرار في ظاهره وفي باطنه الذين شاركوا الامام السجاد في دفن الاجساد الطاهرة هؤلاء كانت لهم مامورية العقيلة تقول ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات إنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المدرجة وينصبون لهذا الطف علما لقبر ابيك سيد الشهداء لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والايام، هذه ماموريه مزدوجه دفن الاجساد ونصب المعالم في كربلاء وبعد ذلك العمل على المحافظه على تلك القبور والمعالم هذا هو حديث العقيله زينه وهو عهد معهود من رسول الله الى امير المؤمنين والى الحسن والحسين فوالله ان ذلك لعهد من رسول الله الى جدك وابيك وعمك هذه ماموريه مزدوجه مثلث دفن للأجساد الطاهرة ونصب للقبور وتعليمها وبعد ذلك المحافظة على معالم كربلاء وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره هناك من يحافظ عليه البرنامج سجادي مثلما قلت لكم في حلقه يوم امس من ان الركن الوثيقه الثالثه لمشروع عاشوراء امامنا السجاد صلوات الله عليه هو الذي حافظ على جذوه عاشوراء واوصلها الينا متقده ساعره صلوات على سجاد العتره الطاهره هذه اثاره هذه الماموريه نفذت تحت نظره وبقيت تحت انظاره والا كيف حافظوا على تلك المعالم دققوا النظر في كلمات العقيله زينب يجمعون هذه الاعضاء المتفرقه فيوارونها وهذه الجسوم المدرجه هذا اولا وثانيا وينصبون لهذا الطف علما لقبر ابيك معالم كربلاء وثالثا لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والايام هناك صراع على طول القرون وليجتهدن ائمه الكفر واشياع الضلاله في محوه وتطميسه فلا يزداد اثره الا ظهورا وامره الا علوا وما الشعائر الحسينيه الا جزء من هذا البرنامج لكن الشيعه مع الاسف ذهبوا مع تفاهه المنطق الترابي لو انهم يدركون قيمه هذه الشعائر وفقا للمنطق النوري لوفق الشيعه الى خير عظيم عظيم وان كانت خدمه الحسين في جميع الاحوال توفيقا عظيما، لكنهم لو خدموا الحسين خدمه حسينيه مهدويه وفقا للمنطق النوري فانهم سيوفقون توفيقا لا تستطيع الجمل والكلمات والالفاظ ان تصفه. لا زلنا في الروايه نفسها في هذا العهد المعهود من رسول الله هذه كلمات العقيله زينب الذي يحدثنا بها امامنا السجاد صلوات الله على السجاد وعلى العقيله زينب في الصفحه السابعه والسبعين بعد المئتين أتعلمون أن العقيلة زينب تحدثنا عن أمير المؤمنين هذا الحديث في آخر لحظات حياته بعد أن وقع السيف على رأسه الشريف الإمام على فراش الشهادة وكان يحدث العقيلة زينب بهذا الحديث أي حديث هذا؟ عهد معهود من رسول الله إلى علي والحسن والحسين ينقله لنا إمامنا السجاد عن عمته العقيلة زينب يحدثها أمير المؤمنين في اللحظات الأخيرة من حياته الدنيوية بعد أن يمم رأسه بالسيف اي أيوة حديث هذا لذلك امامنا السجاد قال لزائده اما لو ضربت في طلبه اباط الابل حولا لكان قليلا ماذا تقول كلمات العقيله التي هي كلمات امير المؤمنين فاذا برزت تلك العصابه الى مضاجعها إلى مضاجعها إلى مضاجع قتلها إلى مصارعها الحديث عن حسين وعن الذين استشهدوا معه فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها تولى الله عز وجل قبض أرواحها بيده الروايات عندنا تقول من ان زائر الحسين اذا ما رجع من الزياره ومات فان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض روحه ملك الموت لا يقترب منه روحه تقبض بيد الله بنحو مباشر فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها تولى الله عز وجل قبض أرواحها بيده وهبط إلى الأرض ملائكة من السماء السابعة معهم آنية من الياقوت والزمرد مملوءة من ماء الحياة وحلل من حلل الجنة وطيب من طيب الجنة فغسلوا جثثهم هذا في باطن الامر وهو الباطن الحقيقي الحق فغسلوا جثثهم بذلك الماء والبسوها الحلل وحنطوها بذلك الطيب وصلت الملائكة صفا صفا عليهم ثم يبعث الله قوما من امتك لا يعرفهم الكفار لم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نيه فيوارون اجسامهم ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء يكون علما لاهل الحق وسببا للمؤمنين الى الفوز اذا هناك مراسم في افق الباطن وهناك مراسم في افق الظاهر هذا مثال مثال وعرضته لكم بنحو مبسط مثال من عاشوراء دفن الاجساد لا زال الحديث متواصلا الروايه طويله وانا اجد الوقت يجري سريعا كان في نيتي ان اقرا اجزاء اخرى من الروايه لكنني اكتفي بالذي قرات بامكانكم ان تعودوا الى المصدر وان تقراوا الروايه بكاملها. اذا هناك مراسم دفن في افق الباطن وهناك مراسم دفن في افق الظاهر مراسم الدفن في افق الظاهر التي قرات ما قرات عليكم منها قبل قليل في اول الحديث. وهنا تكرر الحديث عنها بعد ذكر مراسم الدفن في افق الباطن فاذا برزت تلك العصابه الى مضاجعها تولى الله عز وجل قبض ارواحها بيده وهبط الى الارض ملائكه من السماء السابعه معهم آنية من الياقوت والزمرد مملوءة من ماء الحياة وحلل من حلل الجنة وطيب من طيب الجنة فغسلوا جثثهم بذلك الماء وألبسوها الحلل وحنطوها طيبوها بذلك الحنوط بذلك الطيب وصلت الملائكه صفا صفا عليهم ثم يبعث الله قوما من امتك لا يعرفهم الكفار الذين قرات ما قرات عليكم بخصوصهم قبل قليل لا يعرفهم الكفار انهم الكفار ببيعه الغدير فقتله الحسين هم كفار ببيعه الغدير ولذا في شعار الحسين في طلب الاصلاح انه يريد ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسير بسيره جده وابيه علي بن ابي طالب انها سيره بيعه الغدير انه برنامج بيعه الغدير وهل هناك شيء اخر سيره محمد وعلي خلاصتها اين تظهر في بيعه الغدير وان لم تفعل يا رسول الله فما بلغت رسالته كما في الايه السابعه والستين بعد البسمله من سوره المائده انها ايه الغدير ثم يبعث الله قوما من امتك لا يعرفهم الكفار لم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نيه فيوارون اجسامهم ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء يكون علما لاهل الحق وسببا للمؤمنين الى الفوز الى اخر ما جاء من التفاصيل في هذه الرواية الشريفة المهمة نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله فداك قال قول الله عز وجل ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في اخر سلطانهم والجوع بغلا اسعارهم ونقص من الاموال قال كساد التجارات وقله الفضل ونقص من الانفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قله ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تاويله ان الله عز وجل يقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ما يرتبط بواقعه مجيء امامنا السجاد الى كربلاء وما قام به من دفن الاجساد الطاهره وتنفيذ الماموريه الحسينيه التي اوكلت الى الاسديين سياتي الحديث عنها في حلقه يوم غد مثال هذا أخذته من وقائع الطفوف لم يكتمل الكلام فيه وقت الحلقة قارب على الانتهاء لكنني ألفت أنظاركم إذا كانت هذه الصورة صورة دفن الاجساد الشريفه ونصب القبور المطهره وهي صوره جزئيه بالقياس الى الذي حدث في يوم عاشوراء اذا كانت بهذا العمق وهي اعمق من هذا العمق لانني عرضتها بنحو مبسط وما تتبعت لكم كل الاحاديث الوقت لا يكفي والا فالاحاديث موجوده ما بين الكافي وكامل الزيارات موجوده عندي وبين يدي لكنني ماذا اصنع لهذا الوقت اقرا عليكم من الزياره الحسينيه المطلقه الاولى بحسب مفاتيح الجناء اقرا عليكم هذا المقطع من هذه الزياره السلام عليك يا حجه الله وابن حجته السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره هذا حسين حجه الله قتيل الله ثار الله السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والارض اشهد ان دمك سكن في الخلد خرجنا من عالم التراب اشهد ان دمك سكن في الخلد واقشعرت له اظله العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنه والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى هذه الكلمات لا تتحدث عن مشروع عاشوراء تتحدث عن اثاره بالله عليكم هل نستطيع ان ندرك ابعادها ماذا تقولون انتم اشهد ان دمك سكن في الخلد واقشعرت له اظله العرش هذا كلام حقيقي ليس مجازيا هذا حق الحقيقه بكل حقائقها أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار الجنة والنار لم تقطن لحد الان لكنها في مستوى الحقيقه القاطنون فيها الجنانيون قاطنون فيها والنيرانيون قاطنون فيها في مستوى الحقيقه الذي هو اعلى من مستوى الظاهر المحسوس ومن يتقلب في الجنه والنار من خلق ربنا والحديث كذلك عن جنان البرزخ ونيران البرزخ لكن الكلام لا يقف عند هذا الحد الحديث عن كل شيء السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن الجنان البرزخية والنيران البرزخية جزء من هذا العنوان. ومن يتقلب في الجنة والنار انها جنة الاخرة، لماذا؟ لأن السماوات ستطوى تطوى كطي السجل للكتب. اما الجنة والنار جنه الاخره ونارها فما هي بجزء من السماوات والارضين التي ستطوى جنان البرزخ ونيرانها ستطوى وبكت له السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنه والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى هذه اثار مشروع عاشوراء إذن ما هي حقيقه عاشوراء؟ ما هي حقيقه عاشوراء؟ الامر عظيم وعظيم وعظيم وما خفي اعظم نلتقي غدا ان شاء الله تعالى في اجواء عاشوراء وفقا للمنطق النوري وبعيدا عن المنطق الترابي أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله